ومن الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا دلوقتي نتعرف على أهم وأبرز الأحداث التي ستحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل. أهمها أن مطار مرسى علم الدولي هيستقبل 123 رحلة طيران، وده خلال أسبوع، وأن في ثلاث مواجهات قوية في الجولة رقم 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وست مباريات حماسية في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وأحداث تانية هنتابعها من خلال هذا الرصد. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل مطار مرسى علم الدولي والحد يوم الجمعة اللي جاية 123 رحلة طيران دولية هتوصل من 12 دولة أوروبية، وبيتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم للفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة في مرسى علم لقضاء أجازتهم. وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولي الأسبوعية إن من بين 123 رحلة طيران الوفدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و8 رحلات أخرى داخلية. النهاردة كمان دار أوبرا الإسكندرية هتنظم حفل لكوكب الشرق أم كلثوم، وده في إطار فعاليات مهرجان المسرح الروماني اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية، وهيقام الساعة 8 بالليل حفل بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي، وهيحيي نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر. هيتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى، منها سواح، طاير يا هوى، التوبة، على حزب وداد، زي الهوى، وأعمال تانية. كمان النهاردة هيوصل الإنجليزي مارك لاتنبرغ علشان يبدأ مهمته في مصر كرئيس للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة في المرحلة اللي جاية. وأكد اتحاد الكرة أن تعاقده مع كلاتنبرغ بينص على توليه مقعد رئيس لجنة الحكام، وهيقيم في مصر بشكل كامل في الوقت اللي هيستمر فيه وفقاً للتعاقد في منصبه كمستشار للاتحاد اليوناني بتكليف من الاتحاد الأوروبي، على أن يكون عمله هناك من خلال الزوم ميتينج وليس بالتواجد في اليونان. لعشاء الدوري المصري هيكون معادهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية وحماسية في إطار الجولة 29 من المسابقة. فريق فيوتشر هيواجه غزل المحلة الساعة 6:30 بالليل، وفي نفس التوقيت فاركو هيواجه الإسماعيلي، والساعة 9 بالليل بيراميدز ضد المقاولين العرب. لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع ست مباريات حماسية في إطار الجولة الأولى من المسابقة، أهمها مباراة ليفربول مع فولهام الساعة 1:30 الظهر، والساعة 6:30 إيفرتون هيواجه تشيلسي.